إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع معاني الصبر وكلام السلف في تلك المعاني. يقول: وحفظ من خطب الحجاج أنه كان يقول: اقدعوا هذه النفوس، اقدعوا هذه النفوس، فإنها طلعة إلى كل سوء. واضح إخواني؟ اقدعوا هذه النفوس. واضح إخواني؟ اقدعوا واضح. اقدعوا هذه النفوس. اقدعوا هذه النفوس، فإنها طلعة إلى كل سوء. فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما. إخواني، فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطاما وزماما، كخطام الدابة وزمامها، فقادها بخطامها إلى طاعة الله جل وعلا. يعني واضح؟ واضح. واضح إخواني. فقادها بخطامها إلى طاعة الله جل وعلا، قادها بخطامها. واضح؟ واضح. واضح يا واضح إخواني. فقادته، يعني واضح، فقادها بخطامها. واضح. واضح إخواني. واضح إخواني. فقادها بخطامها، قادها بخطامها آه
واضح؟ قادها بخطامها. واضح إخواني؟ واضح إخواني؟ قادها يعني قادها قادها بخطامها إلى طاعة الله جل وعلا، وصرفها بزمامها عن معصية الله عز وجل. فإن الصبر عن محارم الله جل وعلا، فإن الصبر عن محارم الله جل وعلا أيسر من الصبر على عذابه. قال: قلت: والنفس فيها قوتان. النفس فيها قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام. فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. ما والذي ينفعه هو طاعة الله عز وجل، والذي يضره هو معصية الله جل وعلا. ومن الناس من يكون صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره عما يضره، فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتكاب ما نهي عنه. ومنهم من تكون يعني واضح إخواني، ومنهم من تكون قوة صبره على المخالفات أقوى من صبره على مشقة الطاعات، ومنهم من لا صبر له على هذا ولا هذا. وأفضل الناس إخواني الكرام أصبرهم على النوعين، على طاعة الله عز وجل وعن معصية الله عز وجل. فكثير من الناس يصبر وكثير من الناس يصبر على مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام، ولا يصبر على عن نظرة محرمة، ولا يصبر عن نظرة محرمة. وكثير من الناس يصبر على النظر وعن الالتفات إلى الصور، ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح إخواني؟ وجهاد الكفار والمنافقين، بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجز. وأكثرهم لا صبر له على واحد من النوعين، وأقلهم أصبرهم في الموضعين. وقيل إخواني الكرام الصبر ثبات باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والطبع. ومعنى هذا إخواني الكرام، ومعنى هذا إخواني الكرام ومعنى هذا أن الطبع يتقاضى ما يحب، وباعث العقل والدين يمنع منه، والحرب قائمة بينهما وهي سجال، وهي سجال. ومعركة هذا الحرب قلب العبد، والصبر الشجاعة والثبات على الطاعة وعن المعصية وعلى البلايا والرزايا. ثم ننتقل للباب الثالث في بيان أسماء الصبر، في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه. لما كان الصبر المحمود هو الصبر النفساني الاختياري
عن إجابة داعي الهوى المذموم. كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه. واضح؟ فإنه إن كان صبرا عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة، وضدها الفجور والزنا والعهري. وإن كان اثنين صبرا، وإن كان عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام أو تناول ما لا يحل منه سمي شرف نفس وشبع نفس، وسمي ضده شرها ودناءة ووضاعة نفس. وإن كان هذا الصبر يا إخواني الكرام عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام ثم كتمان سر، وضده إذاعة وإفشاء أو تهمة أو فحشا أو سبا أو كذبا أو قذفا. أربعة، وإن كان عن فضول العيش سمي زهدا، وضده حرصا. وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة، ويضادها الحرص أيضا. واضح؟ ستة، وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما، وضده تسرعا. سبعة، وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا، وضده طيشا وخفة. ثمانية، وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة. سمي إخواني إيه؟ سمي شجاعة، وضده جبنا وخورا. واضح إخواني؟ تسعة، وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا. واضح إخواني؟ سمي عفوا وصفحا، وضده انتقاما وعقوبة. عشرة، وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا، وضده بخلا. 11 يا إخواني، وإن كان عن إجابة داعي الطعام، وإن كان عن إجابة داعي الطعام يا إخواني الكرام والشراب في وقت مخصوص سمي صوما. 12، وإن كان عن إجابة داعي العجز والكسل سمي كيسا، سمي كيسا. 13 يا إخواني، وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكلي اللي هو الثقل من كل ما يتكلف عن الناس وعدم حمل كلهم سمي مروءة، فله عند كل فعل وترك اسم يخصه، اسم يخصه أيها الإخوة الكرام، اسم يخصه بحسب متعلقه، بحسب متعلقه. والاسم الجامع لذلك كله الصبر، اللي هو يجمع كل هذا الصبر يا إخواني. وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها إخواني الكرام، وهذا يدلك يا إخواني على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها. وكذا يسمى عدلا إذا تعلق، وكذا
14 يسمى عدلا إذا تعلق بالتسوية بين المتماثلين وضده الظلم، وسمي 15 سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا والاختيار. وعلى هذا إخواني سمي وعلى هذا إخواني الكرام وعلى هذا وعلى هذا إخواني منازل جميع الدين، وعلى هذا منازل جميع الدين. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفذ كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء وسائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.